بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن محاضرة من محاضرات الأبدومينال ألترا ساوند كورس، ولكن المحاضرة دي طبعا زي ما انتم شايفين كده انا فاتح الباوربوينت على حاجة تانية خالص اللي هو الكلر دوبلكس. ليه؟ لان احنا هنتكلم النهاردة اول حاجة عن البورتال فين دوبلكس اللي هو جزء اساسي من فحص الابدومين الالترا ساوند، وبعد كده هنتكلم عن البنكرياس اند سبلين. ولكن عشان نتكلم عن البورتال فين دوبلكس اللي هنعمله دوبلكس باستخدام الجهاز بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه اصلا الابدومين الالترا ساوند، ليه هنعمله دوبلكس؟ عشان نشوف البورتال فين ميلي بيتنت ولا لا، وحاجات تانية هنعرفها لما نيجي نتكلم سبيسيفيكلي عن البورتال فين. بس قبل ما اخش عن الكلام عن البورتال فين محتاج ان انا ادي سام بيزكس كده اوف ذا دوبلكس سكان. احنا هنتكلم بالبرود لاينز قوي عشان الناس ما تتلخبطش، ولكن الكلام اللي هنقوله ده مهم ليه؟ عشان تفهم احنا بنعمل ايه بالظبط في البورتال فين دوبلكس. بالنسبه للكلر دوبلكس سكان، لما احنا نقول ان احنا بنعمل دوبلكس سكان فده معناه ان انت ده مختلف عن الدوبلر سكان. دوبلر سكان معناه ان انت بتسمع ويف اوف فلو inside the blood vessel، ولكن دوبلكس سكان معناه انت بتسمع الويف اوف فلو اند سي ذا كلر فلو انسايد ذا بلاد فيسل. يعني انت بتسمع وتشوف، ده الدوبلكس سكان معناه اتنين، ولكن دوبلر سكان ده بس بتسمع الويف اوف فلو انسايد ذا بلاد فيسل. طيب لو احنا بنتكلم عن الكلر دوبلكس سكان فاحنا لازم نبقى عارفين حاجه مهمه جدا جدا اسمها دوبلر شيفت ايكويجن، او دي دوبلر شيفت فريكوانسي ايكويجن. دي عباره عن ايه؟ معادله ليها ايتمز زي ما انتم شايفين كده، ولكن الناتج بتاعها بينهم على مدى الديتكشن اوف ذا بروب للفلو انسايد بلاد فيسل. تاني، لو انا القيمه بتاعتها دي كل ما تزيد، المعادله دي كل ما القيمه بتاعتها تزيد، كل ده معناها ان انت بتحصل على ديتكشن احسن للفلو انسايد بلاد فيسل. طيب والعكس صحيح، في عندنا كذا ايتمز زي ما انتم شايفينها كده، ولكن اهم حاجه عندي هي كوزاين ثيتا، وهي دي اللي بتفرق معايا جدا في فحص الدوبلكس سكان. ليه؟ لان كوزاين ثيتا دي يعني ايه كوزاين؟ كوزاين اللي هو جت الزاويه، وثيتا دي انهي زاويه؟ زاويه سقوط اشعه الموجات الصوتيه بالنسبه للبلاد فيسل اللي هي الزاويه دي. ادي ده بلاد فيسل، وادي ده ترانسميتر او البروب، وده الالترا ساوند ويفز اللي نازله منه، فزاويه سقوط الاشعه هي ثيتا. طيب عشان احنا نشوف جتا، كل ما عايزين نزود قيمه المعادله بتاعت الدوبلر شيفت ايكويجن معناها ان احنا عايزين نزود قيمة جتا الزاوية اللي احنا بنحصل عليها، وبالتالي يزيد قيمة المعادلة كلها. طيب عشان احصل على احسن قيمة لجتا الزاوية لازم الزاوية دي تبقى زاوية صفر، تبقى سيتا بتساوي صفر. لو هي بتساوي صفر يبقى ساعتها كوزاين سيتا اللي هو كوزاين صفر بيساوي كام؟ واحد، ودي اعلى قيمة للجتا ممكن تحصل عليها. طب اقل قيمة كام؟ هي صفر. طب ايه كوزاين كام يديني صفر؟ كوزاين 90. كوزاين 90 بصفر، وكوزاين صفر بواحد. كوزاين صفر بيساوي واحد، وكوزاين 90 بيساوي صفر. وبالتالي انا استنتج من كده ان انا لازم اتجنب مبدئيا كده ان الزاويه تبقى 90. يعني لو انا عندي بروب بالشكل ده، لو عندي بروب بالشكل ده اهو، عفوا كده اهو، وادي بلاد فيسل بالشكل ده. لو انا كده واقف على بروب بالشكل ده ونازله منه الموجات الصوتيه بالشكل ده، هتبقى الزاويه كام؟ الزاويه 90 درجه، اهي الزاويه بتاعتي 90 درجه، وبالتالي كوزاين 90 بيساوي صفر. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو واقف على بلاد فيسل بالشكل ده، بالشكل العمودي ده بربنديكولار، معناه مش هتقدر تشوف فلو انسايد برغم ان هو ممكن يكون مفتوح بيتنت. طيب احسن زاويه ايه بقى؟ قلنا صفر. طب ساعتها هنعمل ايه؟ هنجيب البلاد فيسل كده اهو بالشكل ده، ونحطه كده هنا او هنا مش هتفرق، الموجات الصوتيه هتنزل بالشكل ده، وبالتالي ساعتها هيبقى عندي زاويه سقوط الاشعه بالنسبه للبلاد فيسل هي صفر. يعني بيكون البروب بارالل للبلاد فيسل، وبالتالي هتكون الزاويه بتاعتي كوزاين صفر بيساوي واحد، ودي احسن قيمه ان انا احصل عليها للمعادله بتاعت الدوبلر شيفت ايكويجن دي. طيب هل ده براكتيكال في جسم الانسان في معظم الاماكن بالذات في البريفري في الايد او في الرجل؟ لا، ده مش براكتيكال، ده مش حل عملي. ليه بقى؟ لان انت عشان تقف كده بارلل البلاد فيسل معناها ان انت قطعت رجل العيان او قطعت ايد العيان وحطيت البروب كده في وش مثلا الفيمورال ارتري او الفيمورال فين وحطيته بالشكل ده، وبالتالي بقى مقابل ليه يعني الزاويه بقت صفر، ساعتها تقدر تشوف احسن فلو، بس انت خسرت رجل العيان. طيب ايه بقى البديل ساعتها؟ البديل ان احنا بنحط
ان احنا بنحط بروب عادي بربنديكولار كده على السكن زي ما هو، ولكن بنعمل حاجه بنسميها ستيرنج انجل. يعني ايه؟ يعني انا بغير اتجاه الالترا ساوند ويفز اللي نازله من البروب بحيث ان هي ما تنزلش بزاويه 90 درجه برغم اني ما حركتش البروب. طب ده ابليكابل فين؟ ابليكابل في اللينيا بروب فقط وليس في الدي بروب. يعني في اللينيا بروب بتلاقي البروب عامل كده اهو بالشكل ده، ينزل منه البوكس كده بنسميه ستيرنج بوكس على البلود فيسل بالشكل ده، كده هو نازل باتجاه عمودي. طيب ايه الحل؟ هقف زي ما انا، بس انا بغير في زرار كده في الجهاز اسمه ستيرنج انجل، يروح البروب زي ما هو واقف عمودي على جسم العيان، ولكن بيحصل تغيير في اتجاه الايه؟ الالترا ساوند ويفز اللي نازله بحيث ان هي تبقى بالشكل ده او بالشكل ده، تبقى مايله يمين او مايله شمال. هي كده مش زاويه 90 وهي برضه مش زاويه صفر، ولكن عندي زاويه سقوط على البلاد فيسل ليست زاويه قائمه، عشان لو زاويه قائمه هيبقى المعادله كلها صفريه وبالتالي مش هقدر اشوف اي فلو انسايد البلاد فيسل. طيب ده ابليكابل في اللينيا بروب، لكن الدي بروب لا مش ابليكابل. ليه مش ابليكابل؟ لان هو اصلا الدي بروب بيبقى مش نازل في صوره بوكس كده. لما تيجي تفتح زرار الكلر في الدي بروب بتلاقي ان هو عامل كده، هو كونفكس، وبالتالي اصلا الالترا ساوند ويفز كلها نازله في كل الاتجاهات كده اهو، وواخده زوايا مختلفه، وبتلاقي بتلاقي البوكس بالشكل ده عامل كده اهو، شبه شبه المنحرف اللي هو واخد شكل الالترا ساوند ويفز، وبالتالي الزوايا مش محتاج تغير الستيرنج انجل لان هو اوريدي كفرنج كل الزوايا، وده مش ابليكابل اصلا في الجهاز ان انت تغير الستيرنج انجل اوف ذا بروب. طب لو انا عايز اغير شويه في الستيرنج بالدي بروب، مضطر ساعتها ان انا احرك البروب نفسه، احركه كده او كده بحيث ان انا اغير الانجل شويه بتاعت الالترا ساوند ويفز. طب ليه احنا اصلا ما عملناش كده في اللينيا بروب؟ ان احنا ليه ما حركناش البروب كده او كده بالستيرنج يعني باستخدام ايدينا؟ لان انت اللينيا بروب لو انت ده السكان بتاع العيان وانت ابتديت ترفع البروب كده وخليته بالشكل ده او بالشكل ده، خليته مايل كده، هيبقى فيه هنا جاب، فيه هواء في الحته دي بين البروب وبين جسم العيان. ممكن تكفرت بجل، تحط جل كتير، بس ده مش هيبقى ابليكابل، مش هيبقى عملي معاك. اول ما تحط الجل هيشتغل كويس، وبعد كده شويه هتلاقي الجل اتزح يمين وشمال، ما عدتش شايف حاجه بسبب الهواء اللي دخله. وبالتالي احنا بنغير ستيرنج انجل باستخدام الايه؟ البوكس اللي هو ستيرنج انجل، اللي هو الزرار اللي اسمه ستيرنج انجل في الجهاز. طيب الكولدكس بروب، البوكس بروب هو اصلا اوريدي في اطرافه بتبقى مرفوعه شويه عن السكين، لو انا بس حركته فوق او حركته تحت يمين شمال بغير الستيرنج انجل، هو بالتالي بستخدم ايدي عشان اعمل ستيرنج في الديب برو. طيب لو انت جيت جبت الاله الحاسبه بتاعتك وجيت جربت كل الكوزاين الزوايا بين صفر و90، هتلاقي اعلى قيمه للكوزاين هي كوزاين 60. كوزاين 60 اعلى قيمه ممكن تحصل، كوزاين 60 هي اعلى قيمه تحصل عليها بين الصفر، بين الصفر وبين ال90، بين الزوايا صفر والزاويه 90. يعني انت من الاخر عايز يبقى فيه زاويه حاده، زاويه حاده، وتكون الزاويه الحاده دي 60 درجه. طيب ليه قلنا زاوية حادة؟ لأن الزاوية الحادة هي دايما هتبقى أعلى من الزاوية المنفرجة. كوزاين الزوايا الحادة بيبقى أعلى من كوزاين الزوايا المنفرجة. طب أنهي أعلى زاوية حادة؟ هي الزاوية 60 درجة. طيب ازاي احصل على الزاوية الحادة تحديدا مش الزاوية المنفرجة وانا واقف على بلاد فيسل؟ زي ما احنا قلنا هنا واحنا واقفين بالبروب كده كان قدامنا بلاد فيسل كده، فاحنا غيرنا السترنج انجل كده او كده، هتلاقي واحدة منهم نازلة بزاوية حادة وواحدة نازلة زاوية منفرجة. طب ده اعرفه ازاي؟ لو انا البروب بتاعي مايل بالشكل ده، ادي السكين بتاع العيان، وادي عفوا البلاد فيسل اللي جوه مايل بالشكل ده، وانا حاطط البروب بالشكل ده اهو عليه، ايه اللي هيحصل؟ الالترا ساوند ويفز اللي هتنزل بشكل عمودي هي اوريدي هتبقى عامله زاويه على البلاد فيسل لان هو اوريدي مايل، بس انت محتاج زاويه اكتر من كده عشان كل ما تزود الزاويه الحاده وتوصل لغايه 60 درجه كل ما كان بقى احسن. طيب ساعتها هتعمل ايه؟ هتزود الستيرنج، بس الستيرنج هتخليه كده ولا هتخليه كده؟ لا، لازم تخليه بالشكل ده، يبقى مايل كده. ليه مايل كده؟ عشان البلود فيسل عامل كده، وبالتالي الزاويه الحاده بتاعه الشكل المعين اللي هو تحول المستطيل الى معين، الزوايا الحاده هي اللي ماشيه بارلل للبلود فيسل، ولكن الزوايا المنفرجه هي عامله زي اكس مع البلود فيسل، وده اللي احنا عايزينه. عايزين الاكيوت انجلز يبقى الخط الواصل بينها ماشي بارلل للبلود فيسل وليس العكس. يعني لو انا مايل كده البلود فيسل بالشكل ده، لو كان مايل بالشكل ده فانت محتاج تحط الاستيرنج بوكس ازاي؟ هل هتحطه كده؟ لا، هتخليه ايه؟ باصص كده عشان تبقى الاكيوت انجلز هي اللي ماشيه مع ميله الارتي. خد بالك انا بتكلم على ميله الارتي اناتوميكال وليس اتكلم على
اتجاه الفلو، ما يعنينيش اتجاه الفلو انسايد بلاد فيزل فوق تحت يمين شمال، ما يهمنيش، ولكن يهمني ميلة البلاد فيزل، هل هو مايل بالشكل ده ولا مايل بالشكل ده؟ لو مايل بالشكل ده لازم تخلي الستيرنج بوكس بدل ما هو مستطيل كده هتخليه معين بالشكل ده باستخدام الزرار في الجهاز، ولو كان مايل بالشكل ده هتخلي الستيرنج بوكس بالشكل ده، بحيث ان الاكيوت انجلز هي اللي ماشيه مع ميله الارتري اناتوميكال بوزيشن بتاع الارتري اللي هو مايل بالشكل ده او بالشكل ده. تمام. طيب لو ما انا اجي اعمل فحص الدوبلكس سكان بعمل ايه؟ اول حاجه بجيب البلاد فيسل واقوم فارد عليه كويس بالبي مود. يعني ايه بالبي مود؟ من غير ما افتح كلر ولا افتح بلس ويف ولا اي حاجه. طيب وبعدين بعد ما افرده كويس يبقى باين قدامي كده مفروض، اقوم فاتح زرار الكلر. فاكرين كان في زرار من الزراير بنسميه السي او اسمه كلر او اسمه كلر فلو مود اختصارا سي اف ام. لو انا دوست على الزرار ده هتحول من البي مود اللي هو برايتنس مود الى الكلر مود، وساعتها بيظهر معايا الستيرنج بوكس اللي احنا اتكلمنا عنه. لو انا بستخدم الكونفكس بروف فبحط الستيرنج بوكس مباشره على البلاد فيسل، ولكن لو كنت بستخدم اللينيا بروف بحطه على البلاد فيسل ولكن بغير الانجل حسب ميل البلاد فيسل. طيب وبعدين ايه الخطوه اللي بعد كده؟ بعد ما بتفتح الكلر، بعد ما بتفتح الكلر بيظهر الستيرنج بوكس واللي احنا عملنا له موديفيكيشن على حسب ميلة البلاد فيسل في النيا بروب او حطيته زي ما هو في الدي بروب، ولكن بيظهر حاجه تانية مهمه تاني معاه اللي هي حاجه بنسميها الكلر ماب. ما هي الكلر ماب؟ الكلر ماب عباره عن لونين فوق بعض، بتلاقي الكلر ماب دي ظهرت على ناحيه اليمين او ظهرت ناحيه الشمال على حسب نوع جهازك، بيبقى فيه كلر فوق وكلر تحت، يا اما فوق احمر وتحت ازرق او العكس فوق ازرق وتحت احمر، لا يهمني اطلاقا. ليه؟ لا يشترط ان هو لازم يبقى فيه لون معين فوق او لون معين تحت، لا عادي بيفرق، ما يفرقش معايا احمر فوق ازرق تحت ازرق فوق احمر تحت، ولكن يهمني السيجنيفيكانس اوف ذا بوزيشن اوف ذا كلر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يهمني مين كلر فوق دلوقتي ومين كلر تحت دلوقتي وانا بعمل الفحص اللي انا ببص بيه على بلاد فيسل. ليه بقى؟ لان الكلر الاحمر والازرق ده لا يعني ارتري وفين مثلا، لا يعني كده، ولكن يعني ان اللون اللي فوق ايا كان هو ايه طبيعته احمر او ازرق، معناها ان بلاد فيسل لو اخد اللون اللي فوق ده يبقى متجه ناحيه البروب. طيب لو كان واخد اللون اللي تحت، فلو كان واخد اللون اللي تحت يبقى كده ساعتها معناها ان الفلو اللي انسايد ذس بلاد فيسل بيمشي بعيد عن البروب. تاني الكلر اللي فوق في الكلر ماب لو البلاد فيسل اللي انا واقف عليه وفارد عليه ومظبط الستيرنج بوكس بتاعي لقيته ان هو ماشي الفلو فيه باللون ده اللي هو اللون اللي فوق في الكلر ماب، معناه ان هو ان فلو انسايد ذس بلاد فيسل بيتجه ناحيه البروب. طيب والفلو لو كان واخد اللون اللي تحت معناه ان هو الفلو انسايد ذس بلاد فيسل بيمشي بعيد عن البروب. طيب ده الموضوع هيبقى سهل جدا لو كنت واقف برضو بزاويه صفر. ليه بقى؟ لان انا عندي بلاد فيسل كده اهو وعندي البروب بالشكل ده او بالشكل ده، خلينا كده هو الاول. لو البروب كده ونازل منه الالترا ساوند ويفز كده وعندي فلو انسايد ذس بلاد فيسل، طيب لو انا واقف بالشكل ده الفلو كان ماشي كده، فده معناه ان هو هياخد انهي لون؟ هياخد اللون اللي فوق في الكلر ماب اللي هو في الحاله دي اللون الاحمر. طيب لو كان ماشي كده بالاتجاه ده يبقى ساعتها هياخد اللون اللي تحت الكلر ماب. نعكس الموضوع، لو انا بروب حطيته على بلاد فيسل لقيته هو ماشي واخد اللون الازرق، فده معناه في الكلر ماب دي معناها ايه؟ ان الفلو انسايد ذس بلاد فيسل ماشي بعيد عن البروب. ولو كان واخد اللون الاحمر فمعناها ان بلاد فيسل ده الفلو فيه ماشي ناحيه البروب. طيب قلنا ده ابليكابل في معظم الاحوال؟ لا مش ابليكابل. ليه؟ لان احنا ما ينفعش نقف بزاويه صفر في معظم البلاد فيسلز انسايد ذا هيومن بودي. امال احنا بنعمل ايه؟ احنا قلنا بنقف كده اهو، قلنا بنقف كده بالبروب وادي بلاد فيسل، وبعد كده بنعمل ستيرنج سواء هو مايل كده شويه لتحت، فانا بعمل ستيرنج كده بالشكل ده عشان تبقى الاكيوت انجلز ماشيه مع ميله الارتري، صح؟ عشان ما بقاش واقف بزاويه 90. طيب ساعتها بقى الوضع هيبقى عامل ازاي؟ الوضع ان انت البروب فعلا هو واقف 90 على جسم العيان، بس هو اكشلي كانه واقف بالشكل ده. ليه بقى؟ مايل كده اهو. ليه بقى؟ لان ساعتها الالترا ساوند ويفز اللي نازله بالشكل ده هي اللي هتديك الستيرنج بوكس المايل كده، صح؟ طب لو كان العكس الستيرنج بوكس كان كده، فانت كانك هو ده مش اكشلي مش حقيقي، بس انت كانك واقف البروب بالميله دي بالشكل ده، وبالتالي الالترا ساوند ويفز نازله مايله بالشكل ده. طيب لو انا افترضت ان ده راس العيان
اعذروني على الرسم الرديء. وهنا رجل العيان اهي الشكل ده. لو درس العيان ده رجل العيان ده بلاد فيسل انسايد، مثلا نقول ده الفيمورال فيسل مثلا، واحد من الفيمورال فيسل ارتي او فين، ولقيت اني وبعد كده لقيته مايل كده، فرحت ظبطت الاستينو بوكس بعد ما فتحت زرار الكلر خليته مايل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب ساعتها لو قلت لك ان ده فيمورال ارتري، ساعتها هياخد انهي لون في الكلر ماب؟ لو هو ده فيمورال ارتري، فانا معناها انا لما ظبطت الستيرنج بوكس كده كاني وقفت كده مايل بالشكل ده، اللي هو عين البروب هنا في الحته دي كانها عين انا اهو، وباصص كده بيشوف ايه الفلو ماشي ازاي، هل هو ماشي كده ناحيه البروب ولا بعيد عن البروب. لو ده كان الفيمورال ارتري في بيشنت نورمال تماما، ساعتها هتلاقي الفلو ماشي بالاتجاه ده من راس العيان لرجل العيان، فياخد انهي كلر في الكلر ماب؟ هياخد الكلر اللي تحت. ليه بقى؟ لان هو ماشي بعيد عن البروب. طيب اعكس، لو انت لقيت لو ده كان فيمورال فين ما كانش ارتري وفي بيشنت نورمال تماما، ساعتها هتلاقي الفلو انسايد ذيس بلاد فيسل هيمشي بالاتجاه ده، لان هو بيشيل الدم الفين من الرجل للراس، وبالتالي ساعتها لو انت مايل البروب بالشكل ده عشان انت مظبط الستيلنج بوكس بالشكل ده، كان الفلو ده ماشي ناحيه البروب اهو، جاي ناحيتي اهو، كان البروب عيني اهي بتبص بتشوف الفلو راح فين، اه ده جاي ناحيتي، وبالتالي كده هياخد الكلر اللي فوق في الكلر ماب. طيب اعكس لي بقى الالوان هتعكس ازاي؟ اول حاجه ان انت ممكن تعكس ان انت تغير بلاد فيسل، بدل ما يبقى ارتري يبقى فين، صح؟ لو هو ارتري غيرته من فين، ساعتها اتجاه الفلو فيه هيختلف وبالتالي الالوان هتختلف. تاني حاجه، لو انت خليت الستيرنج بوكس من الناحيه دي، خليت كان البروب مايل من الناحيه دي وخليت الستيرنج بوكس كده برغم ان هو مش صح، بس خليته كده بالشكل ده، ساعتها كل حاجه هتتعكس. ليه؟ لان ده لو فيمورال ارتري هيبقى الفلو ماشي فيه كده كانه رايح ناحيه البروب، فياخد الكلون اللي فوق مش اللون اللي تحت، ولو فين هيبقى واخد اللون اللي تحت، اللي الفلو هيمشي فيه بعيدا عن البروب. طيب تالت حاجه ممكن تغيره وتعكس لك الالوان، زرار بسيط جدا في الجهاز اسمه انفيرت، لو دوست عليه هيعكس لك اللون الاحمر والازرق، يخلي الازرق فوق الاحمر تحت والاحمر فوق الازرق تحت، وبالتالي بيختلف دلاله اللونين، بدل ما كان الاحمر مثلا كان فوق الاول فيدل ان الفلو يبقى ناحيه البروب، هيبقى ساعتها الاحمر هو اللي تحت، وبالتالي هو بيدل على ان الفلو رايح بعيدا عن البروب. تمام. طيب لو اتكلمنا مثلا على الصوره اللي احنا شايفينها هنا دي، الصوره دي يا شباب نفترض ان ده، قلت لك ان ده فيمورال ارتري مثلا، وده راس العيان هنا اهو، وده رجل العيان هنا اهو. طيب اول حاجه احنا عملنا ايه؟ فردنا على الارتري بالبي مود خالص من غير ما نفتح كلر ولا بلس ويف، وحطينا بروب بتاعنا كده، وبعدين لقينا البلاد فيسل مايل بالشكل ده اهو، مايل كده زي ما انتم شايفينه، فساعتها ان انا لازم ما اسيبش الالترا ساوند ويفز نازله بشكل عمودي كده، فلازم هديها زاويه، الزاويه دي عشان اخليها زاويه حاده، فلازم تبقى ميله البوكس تبقى بالشكل ده، ما تبقاش كده، ده غلط لكن ده صح. ليه بقى؟ لان هنا الاكيوت انجلز اهي هتبقى ماشيه مع ميله الارتي اللي هو بالشكل ده، هو مايل كده، وبالتالي الاكيوت انجلز اهي هتبقى ماشيه مع عمليه الارتري، ولكن الابتيوز انجلز عامله اكس معاه، وهو ده اللي انا عايزه، ما يبقاش العكس. طيب لو انا قلت لك اللون ده اللي انت شايفه ده، هل هو اللون متوقع ان انت تشوفه في الوضع اللي احنا فيه ده؟ اه متوقع. ليه بقى؟ لان انا البروب بتاعي اهو كاني اللي انا ظبطت الستيرنج بوكس كده، فكاني حطيت البروب بالشكل ده، كاني حطيته بالشكل ده. طيب وبعدين الالترا ساوند ويفز نازله كده اهي وتمثلها هذا البوكس، صح؟ وبالتالي الفلو هنا ماشي ناحيه ايه؟ البروب، لان ده راس العيان وده رجل العيان وده الفيمورال ارتري، وبالتالي الفلو بيروح ناحيه التارجت اورجان، وبالتالي ياخد اللون اللي فوق في الكلر ماب، عشان كده واخد لون احمر. تمام، حلو قوي. طيب لو كان ده، قلت لك ان ده فيمورال فين اللي انا واقف عليه دلوقتي، ولقيته ان هو واقف واخد لون ايه؟ احمر، فهل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي، بنفس الوضع اللي احنا فيه ده بالكلر ماب دي بالستيلنج بوكس ده، وده راس العيان ورجل العيان، وقلت لك ان ده فيمورال فين، مش طبيعي. ليه؟ لان انا كنت متوقع ياخد اللون اللي تحت، لان هو بياخد الفلو من الرجل ناحيه الراس، وبالتالي هو بيشيل الفلو بعيدا عن التارجت اورجان، وبالتالي الفلو بيمشي بعيدا عن البروب، لان هو مايل كده بالشكل ده، وبالتالي كان المفروض ياخد لون ازرق، وبالتالي لو ده فين في عيان، فده ساعتها استنتج العيان ده عنده ريفلكس، يعني ده انكومتنت فين، وبالتالي الفلو بيرجع تاني ناحيه الرجل. طيب ازاي تعكس لي الالوان في الصوره دي؟ لو قلت لك ان ده فيمورال ارتي وانت مظبط فعلا ستيرنج بوكس وكل حاجه تمام، عايز الفيمورال ارتي ده ياخد لون ازرق ما ياخدش لون احمر، هتعمل ايه؟ اول حاجه ممكن تعملها ان انت تقوم جايب البروب كده
اللي هو يعني ايه، تغير الستيلنج بوكس كده، برغم ان الستيلنج بوكس ده مش صح، لان الاكيوت انجلز مش هتبقى ماشيه مع البلاد فيسل، فهيبقى الديتكشن اوف فلو ضعيف، يعني هتلاقي شويه كلر احمر، كلر عفوا ايا كان الكلر هيبقى ضعيف، مش فيلنج الارت كده كويس، ولكن ساعتها هتلاقي ان اللون اللي جوه البلاد فيسل ده مش احمر، هتلاقيه ازرق. تاني حاجه ممكن تعملها انت تدوس انفرت، ان انت تقلب اللونين دول فتخلي الاحمر تحت والازرق فوق. طيب الحته دي شويه صعبه انا عارف، بس نحاول نركز فيها مع بعض، وفي البراكتس طبعا في العملي بيبقى اوضح كتير على البيشنت، واحنا بنشتغل على الزراير وبنظبط الالوان وكل حاجه. طيب لو انت خدت بالك ان الكالر ماب دي اول حاجه ان الالوان اللي فيها دي مش لون سوليد. يعني ايه بقى مش لون سوليد؟ اللون اللي في الكالر ماب هنا سواء الاحمر او الازرق مش لون واحد احمر ولا هو لون واحد ازرق، ولكن في درجات من الاحمر وفي درجات من الازرق. ماذا تعني هذه الدرجات؟ تعني هذه الدرجات ان انت كل ما الفلو انسايد البلاد فيسل اخد سرعه اعلى فساعتها هياخد لون افتح مور برايت، امال لو كان بقى اللون اغمق داركر فساعتها هيبقى الفلو، استنتج كده ان الفلو انسايد البلاد فيسل ده سرعته اقل. طيب لو انت خدت بالك ان الاحمر الفاتح هو في البريفري والازرق الفاتح في البريفري، كل ما تروح ناحيه السنتر سواء في الاحمر او الازرق كل ما درجه الغمقان بتزيد. طيب لما درجة الغمام بتزيد لدرجة ان انت توصل عند السنتر هنا تلاقيها سودة، سواد، السواد ده اللي هو زيرو فيلوسيتي اللي هو يعني نو فلو. طيب عشان كده البلاد فيسل لما بتشوفه زي الشكل ده كده، الارتري اللي انت شايفه ده هو مش لون واحد احمر، هو مش واخد كله لون واحد احمر. ليه بقى؟ لان الفيلوسيتيز انسايد سيكشن اوف ذا بلاد فيسل ار نوت ذا سيم، مش واحد. امال ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي دايما ان في سرعات مختلفة inside a one section of the blood vessel. طب ده سببه ايه؟ سببه ان انت كل ما تقرب ناحية ال walls من هنا ومن هنا فده معناه ان ال velocities هتقل. ليه؟ لان بيزيد ال friction الاحتكاك وال resistance وبالتالي بتقل السرعات، وكل ما تروح ناحية السنتر كل ما السرعات تبقى ايه؟ اعلى. وبالتالي دايما بتلاقي ان الالوان برايت زي اللون الاصفر الفاتح اللي انتوا شايفينه هنا ده اللي هو يمثل هنا اعلى درجات من الاحمر اللي هو المور يعني اللي هو الرابد اكتر سرعه، فتلاقيه في دايما في السنتر ما تلاقوهوش في البريفري، وكل ما تروح ناحيه البريفري كل ما تلاقي اللون داكن اكتر. طيب ليه بقى احنا شايفين هنا لون ازرق كمان؟ لون ازرق فاتح في الشكل ده، ليه بقى؟ لان احنا عندنا هنا في عندنا ارتفاكت في السونار في الدوبلر بيسموه الرابنج ارتفاكت. ايه اللي بيحصل؟ انت عندك هنا السرعات انسايد ذس بلاد فيسل كانت سرعات عاليه قوي، وبالتالي الكالر ماب اللي انت شايفها هنا دي ما عادتش قادره ان هي تكفر كل رينج السرعات اللي موجوده عندك انسايد ذس بلاد فيسل. فايه الحل؟ هو ابتدى يدي الوان مختلفه سرعات مختلفه لحد ما ادى درجه اللي هي الاحمر الاصفر فاتح خالص لدرجه معينه من فيلوسيتي اللي هي ما كانتش ريتشنج الماكسيمم فيلوسيتي انسايد ذا بلاد فيسل. مثلا كان هنا مثلا اقصى سرعه كانت 40 سنتي بير سكند، فهو اداها رقم، او مثلا قول مثلا 35 سنتي بير سكند فاداها رقم، اداها لون عفوا، وبعدين السرعات الاكثر من كده ما عرفش يديها لون فيعمل ايه؟ من اللون الاحمر، فبيحصل رابنج، فتلاقي ان هو ابتدى يكفرها بالالوان الزرق بدرجات اللون الازرق، ويبدا من الفاتح ثم يطلع بعد كده للايه؟ الاكثر غمقا. طيب وبالتالي يظهر معانا المنظر اللي احنا شايفينه ده، فده معناها ان انت عندك حاجه بنسميه ارتفاكت بيسموه اليزنج. ايه سببه؟ حاجه اسمها رابنج ارتفاكت. طب ايه هو الالوان المختلفه دي لما تشوفها في نفس المكان؟ دي بنسميها اليزنج، ده ارتفاكت في الدوبلكس بنسموه اليزنج. طيب لو انت خدت بالك ان الكالر ماب اللي انت شايفها قدامك دي قدام فوقيها رقم وتحتيها رقم اللي هو 37 و37 او 37 و6 من 10. طيب ماذا يعني هذا الرقم؟ هذا الرقم يعني حاجه بنسميها سكيل. ماذا يعني السكيل؟ الرقم اللي انت شايفه هنا ده معناها ان انت دي اقل سرعه يمكن للبروب في الوضع اللي انت مظبط عليه كده الجهاز ان هو يقدر يتكت فلو انسايد بلاد فيسل. يعني لو كان في بلاد فيسل السرعه فيه 20 سنتي بير سكند وانت مظبط السكيل ده على الرقم اللي انت شايفه اللي هو 37 و6 من 10، في ساعتها هتقدر تشوف فلو؟ لا مش هتقدر تشوف فلو، برغم ان هو مفتوح وبرغم ان انت مظبط الستيرنج بوكس اللي انت كنت عامله الاول مظبطه عشان تقدر تكتب فلو. بس خد بالك في حاجه تانية انت محتاج تظبطها هي السكيل. طب والسكيل ده اللي هو اسم التاني بتاعه اسمه بي ار اف اللي هو بالس ريبيتيشن فريكونسي، هتعمل له ايه؟ ساعتها عشان تقدر تكتب فلو ضعيف انسايد ذا بلاد فيسل انت محتاج تعلي السكيل ولا تقلل السكيل؟ لا محتاج تقلل السكيل. كل ما تقلل السكيل كل ما تقدر تديكت فلو اضعف وابطا انسايد ا بلاد فيسل. طيب
بتفضل تقلل السكيل عشان تقدر ديتكت فلو احسن وتملى، تعمل جود فيلنج انسايد ذا بلاد فيسل بالكلر. طيب هتفضل تقلل في السكيل ده لحد فين؟ لحد ما بيظهر حاجه اسمها فلاش ارتفاكت، بتلاقي ان في نقط كده كتير بتبتدي تظهر انسايد البوكس واوتسايد البلاد فيسل ليس لها معنى، فده معناه ان انت قللت السكيل زياده عن اللزوم، فمحتاج ان انت تزوده بقى سنه سنه لحد ما يكتفي الفلاش ارتفاكت، كده معناه ان انت جايب سكيل ممتاز. طيب لو افترضنا ان احنا عندنا الفلوستي هنا انسايد بلاد فيسل قلنا مثلا 15 سم بير سكند، وانت مظبط السكيل على 40 سم بير سكند، هتقدر تشوف فلو؟ لا مش هتقدر تشوف فلو، وبالتالي انت بتقلل السكيل لحد ما تقدر تشوف الفلو اللي هو البطيء اللي محصل انسايد ذيس بلاد فيسل. طيب العكس، لو انت مظبط السكيل على رقم مثلا 40 سم بير سكند، طيب وانت عندك الفلوستي مثلا واصله او بلاش 40، مظبطه مثلا على 20 سم بير سكند، وانت فيروستي مثلا في البلاد فيسل واصله مثلا 120 سم بير سكند، فده برضو كويس؟ لا ده مش كويس. ليه برضو مش كويس؟ لان انت في اختلاف كبير قوي في درجه السكيل بتاعتك ومقياس السرعات اللي موجوده انسايد ذا بلاد فيسل. طب ده فهيؤدي الى ايه؟ هيؤدي ان الكلام اللي احنا قلناه من شويه، ان السكيل بتاع ان الالوان بتاعتك دي درجات الاحمر مش هتقدر تكفر كل السرعات. ليه؟ لان انت مظبطه مثلا على 20 سم بير سكند اقل سرعه، فانت عندك رينج مثلا قول لحد 60 او 80 سنتيمتر بير سكند، هتبقى انت كفرنج كل السرعات دي بالالوان اللي عندك دي. طب ما بقيت بقى ال 120 سم بير سكند اللي هم 40 سم بير سكند هيبقوا كفرد بايه؟ هيحصل رابنج، وهتلاقي ان هو يحصل ان هو يبقى كفرد بالالوان التانيه بتاعت الكالر ماب اللي هي المعاكسه، وبالتالي يحصل معاك الاليزنج اللي احنا بنقول عليه ده. طب افرض انا عايز اتلاشى هذا الاليزنج واشيله خالص واتجنبه، هعمل ايه؟ محتاج ان انت بقى تزود السكيل. ليه بقى؟ لان انت كل ما تزود السكيل كل ما انت هتكفر كل رينج السرعات اللي موجوده، وفي نفس الوقت بنفس اللون، لان اللون اللي عندك هنا مثلا الاحمر ده درجاته كان عارف يكفر لحد قول مثلا 60 سم بير سكند، وقعد بقى كفر بقى 10 وال20 وال30 وال40 بكل الدرجات دي، ففضل 60 سم بير سكند سرعات في السنتر بالذات مش عارف يكفرها، لان احنا قلنا اعلى سرعه في السنتر، فيعمل ايه؟ فيحصل رابنج ويقوم كفرها باللون اللي تحت في الكالر ماب. طب انت عايز تتجنب، زود بقى السكيل يوصل مثلا قول 40 قول 50 سنتيمتر بير سكند، فساعتها ممكن يوصل ان هو يعمل كفرنج كويس لكل السرعات بنفس اللون من غير الوان اخرى. طيب ايه سبب الاليزنج اللي ممكن يحصل؟ قلنا السكيل يبقى قليل، بس ممكن يكون في مشكله في البلاد فيسل نفسه. ليه بقى؟ لان انت ممكن يبقى في ستينوزز، في ضيق في حته في البلاد فيسل، فالستينوزز ده بيروح يزود السرعات زي ما نجيب خرطوم كده تقوم ضاغط عليه، فساعتها يحصل ايه؟ هيحصل جيتنج اوف فلو، بيزود السرعه اد ذا ستينوز اند بوست ستينوز، هتلاقي ان في اليزنج. اليزنج ده اللي هو درجات برده مختلفه من الالوان المختلفه احمر وازرق على بعض، فده معناه ان السرعات هنا زادت قوي 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 اعلى من السكيل. خد بالك قبل الحته اللي فيها ستينوزس دي او بعديها بشويه هتلاقي ان الفلو عادي كفرد بلون واحد عادي، مفيش اليزنج ولا حاجه. ولكن امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الحته اللي فيها ستينوز هي اللي حصل فيها اليزنج، ده اليزنج ده فضح الحته اللي فيها ستينوز لحد حصل فيها زياده في السرعات. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي ممكن تعمل اليزنج؟ حاجه ثانيه اللي هو يحصل تشينج اناتوميكال، تشينج اوف كاليبر. يعني ايه اناتوميكال تشينج اوف كاليبر؟ يعني تلاقي مثلا زي في الكاروتيد، في الكاروتيد تلاقي ان الكاروتيد كومن كاروتيد ارتي، وبعد كده بيفتح في بلب، بعد كده يكمل مع الانتنا الكاروتيد، الحته دي اناتوميكال واسعه اصلا، هي نفسها واسعه، فالفلو كان ماشي في بلاد فيسل بدايمتر معين، ثم بعد ذلك دخل في حته واسعه مره واحده، فيحصل توربلانس اوف فلو. يعني اي حاجه تعمل لي توربلانس ساعتها هتعمل لي اليزنج. طيب ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ ايه تاني برضو الحاجات اللي هي ممكن تعمل لي اليزنج؟ حاجه برضو مهمه كباثولوجي ممكن تحصل وتعمل لي اليزنج، هو سبب كبير زياده السرعات مش بس الاستينوزز، ممكن يحصل اي في فيستولا، ودي حاجه مشهوره ان الارتري يفتح على الفين، يقوم ساعتها البريشر طبعا عالي جدا في الارتري وبريشر قليل جدا في الفين، فيحصل كاني نازل من داون هيل كده، ان انا بنزل من جبل على سهل منحدر، وبالتالي بيحصل فلو سرعات عاليه جدا 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 في مكان الفيستولا، وبالتالي ده بيؤدي الى حدوث الاليزنج. طيب اتجنب ازاي الاليزنج؟ اتلاشاه ازاي؟ ان انا احاول على قد ما اقدر ازود السكيل، وبالتالي ساعتها الليزنج يقل. طيب وبعدين بعد ما انت فتحت الكلر، ظبطت الستيرنج بوكس، ثم ظبطت حاجه بنسميها السكيل، ثم اخر حاجه بتظبطها هي
الجين، الكلر جين. ما هو الكلر جين؟ هو زرار عكس السكيل تماما. كلر جين كل ما تزود زرار الكلر جين كل ما يزيد الديتكشن اوف فلو انسايد البلاد فيسل، عكس السكيل. السكيل كل ما تقلل كل ما يزيد الديتكشن اوف فلو انسايد البلاد فيسل. طيب ليه ما بنلجا للسكيل ثم نلجا للجين؟ لان الجين لسه سبيسيفيك للفلو انسايد البلاد فيسل، هو بيحس اي حركه في الفيلد. لو انت ايدك اتحركت حاجه بسيطه، رجل العيان او ايد العيان او بطن العيان اتحركت حاجه بسيطه، ساعتها الجين هيبتدي يدي الفلاش ارتفاكت البغيض اللي بيظهر ده، اللي هو عباره عن نقط منوره كده في انسايد البوكس حوالين بلاد فيسل. فبالتالي ازاي تتلاشى؟ تقوم ساعتها تقلل الجين واحده واحده لحد ما ايه يستلاشى هذا الفلاش ارتفاكت. طيب ثم بعد ذلك، بعد ذلك هنعمل بقى نبتدي نرسم الويف ونسمعها، لان احنا بس رسمنا فلو انسايد باللون معين انسايد بلاد فيسل ولكن لسه ما رسمناش الويف. طيب عشان نرسم الويف انسايد بلاد فيسل فاحنا بندوس زرار بنسميه البالسد ويف. بعد ما ندوس البالسد ويف بيظهر عندنا حاجه بنسميها الكيرسر. ماذا يمثل هذا الكيرسر؟ الكيرسر ده هو الحته اللي انا لما احطه الكيرسر ده على بلاد فيسل اللي هو فيه فلو هيقدر يتكت الويف اللي انت شايفها تحت دي. طيب محتاج اظبط حاجات. بيظهر الكيرسر ده وبيظهر فيه زي خط كده، ساعات بيبقى داش ده بيوصلد كده لاين، واللاين ده ممكن اتحكم فيه بزرار بنسميه الانجل كوركشن. طيب ايه اللي انت محتاج تتحكم فيه بقى في البلس دويب؟ احنا قلنا لما تفتح كلر بتظبط ستيرنج بوكس، بتظبط سكيل، ثم بتظبط جين. وبعدين في البلس دويب، في البلس دويب ساعتها انت بتظبط ايه؟ بتجيب اول حاجه الكيرسر تحطه في نص الارتي، في نص الارتي او الفين او ايا كان البلس ده بتبص عليه. تاني حاجه هتبتدي تعمل ايه؟ تخلي حاجه بنسميها جيت سايز او سامبل سايز اللي هو المسافه بين الشرطتين دول تبقى تلت الديامتر بتاع الارتري كله، هتبقى تلت الديامتر. طيب وبعدين اخر حاجه بتظبط حاجه بنسميها انجل كوركشن. الانجل كوركشن دي هو عباره عن ايه؟ احنا قلنا بنظبط الستيرنج بوكس بحيث يبقى زاويه حاده، صح كده؟ يعني تبقى الاكيوت انجلز ماشيه مع البلاد فيسل، ميله البلاد فيسل. طيب ساعتها الزاويه الحاده دي انا عايز اخليها تحديدا 60 درجه، يعني اخلي الزاويه اللي نازله هي 60 درجه. فساعتها اعمل ايه؟ بظبط حاجه بنسميها انجل كوركشن، بظبطه على 60 درجه، تبقى مكتوب على الجنب كده 60 درجه. طيب اكسبتد ان انت تبقى غير 60؟ ممكن تبقى اقل بشويه من 60، ولكن مش اكسبت ان هي تبقى اكتر من 60. ولو جربت تزود الانجل كوركشن اكتر من 60 ساعتها هيحصل ايه؟ هتلاقي ان اللون ده ابتدى يتغير، بدل ما هي 60 مكتوبه بالابيض هتلاقي مثلا 70 مكتوبه بالاحمر، فبيقول لك احذر ارجع تاني بالانجل كوركشن خليه 60 او اقل من 60 عشان تقدر تشوف له محترم. طيب خد بالك زاويه 60 دي ممكن تتعمل بالشكل ده زي ما هي مايله كده، او ممكن تتعمل بالشكل ده. الانجل كوركشن لاين ده ممكن يتغير كده او كده، اختار انهي واحد؟ اختار اللي مايل برضو في اتجاه ميله البلاد فيسل كده اهو معايا، تمام. طيب اخر حاجه ايه؟ ساعتها بترسم الويف اللي انت شايفها عندك هنا. طيب الويف دي بتترسم على تو اكسسيز اللي هم ايه يا شباب؟ في عندنا اكس اكسس بنسميه واي اكسس، واكسس تاني بنسميه اكس اكسس. طيب الواي اكسس ده يمثل ايه؟ يمثل السرعات 10 مثلا 20 سنتي بير سكند، وهنا ماينس 10 ماينس 20 ماينس 30. ايه الماينس دي؟ ماينس دي هل دي معناها قيمه؟ لا مش معناها قيمه، معناها اتجاه، دايركشن اوف ذا ويف او دايركشن اوف ذا فلو. ليه بقى؟ لان انت عندك هنا برضه بعد كده تايم ثانيتين ثلاث ثواني اربع ثواني هيترسم على الاكسس ده الويف بتاعتك. نفترض ان هي كانت عامله كده اهو، ويف عامله كده بالشكل ده. طيب ايه اللي اقدر اخده من المعلومات عن الويف دي؟ اللي اقدر اخده من المعلومات عن الويف دي اول حاجه، اول حاجه ايه؟ اول حاجه الماكسيمم فيلوسيتي. ليه؟ مثلا وصل لغايه هنا اللي هو قول مثلا 15 سم في السكند، دي معلومه خدتها. تاني حاجه اخدت معلومه ايه؟ تايم، ان هي اخدت مثلا قول من نص ثانيه هنا لحد اربع ثواني اللي هو تقريبا حوالي ثلاث ثواني ونص، ده التايم بتاعها. طيب ايه كمان؟ اخدت معلومه الدايركشن اوف فلو. ليه بقى؟ لان الويف دي بتتبع الكلر ماب، فاكرينها كان بيبقى فيه لون فوق ولون تحت، فاكرين؟ هي لو كان البلاد فيسل واخد اللون اللي فوق فساعتها الويف هتتبع الكلر اللي هنا، طب لو كان واخد الكلر اللي تحت فساعتها هياخد الكلر، هتبقى ساعتها الويف من تحت مش هتبقى من فوق. وبالتالي اخدت معلومه عن الماكسيمم فيلوسيتي، اخدت معلومه عن الدايركشن، واخدت معلومه عن التايم. في معلومات تانية ولكن ليست همنا هذه المحاضرة، هتهمنا بعد كده في ممكن تهمنا محاضرات الدوبلكس، ولكن ده يبقى نف كده بالنسبة لنا واحنا بنشرح الدوبلكس سكان بيزكس. يبقى انا عشان افتح
عشان اعمل دوبلكس دي بشكل عام كده، اعمل دوبلكس للبلاد فيسل، محتاج ان انا افرد على البلاد فيسل كويس، محتاج ان انا اجيب افتح زرار الكلر، اظبط الستيرنج بوكس لو انا في اللينير بروب، وبعد كده بظبط السكيل واظبط الجين، ثم بعد ذلك ادوس زرار البالسد ويف، واحيانا باسمه دوبلر على حسب الجهاز بتاعك، هتدوس عليه فيظهر الكيرسر، قلنا الكيرسر نحطه في نص الارض، وبعد كده نظبط الجيت سايز او سامبل سايز الى الثلث الدايمتر، وبعد كده الانجل كوركشن هنظبطه ازاي، يبقى 60 درجة، ثم بعد ذلك يظهر قدامك الويف اللي احنا خدنا منها معلومات يهمنا منها ثلاثة، اللي هي الماكسيمم فيلوسيتي، التايم بتاعها، وايه تاني اللي ممكن يفيدنا، الدايركشن اوف فلو. طيب نبدأ بقى محاضرتنا، كل ده احنا لسه ما بدأناش المحاضرة الرئيسية.